اللي أنا شايفه نجاح كبير جدا. إحنا مجمعين العجول منهم هنا بقالهم شهرين ونص، هنا بقالهم أكتر من شهر، عشان نغير المرعى ونرعى بيطريا، نطمن نبدأ نذبح ونورد لمصر. ولكن كل عجل جه هنا وراه قصة كبيرة جدا. أسمع منك بقى إزاي بنختار العجول، بنروح فين، بنجيبهم مقاطعات إيه، إزاي بنطمن إنها مقاطعات خالية من أي أوبئة، حركة اللي بتتحرك بنفسك. تشاد دولة راعية للأبقار، فيها فوق 120 مليون راس ماشية. إحنا بنتحرك من خلال الدكاترة البيطريين المعاونين معانا تشاديين في جميع المناطق التي بها رعي للأبقار. بنختار، بنكشف على البقر كشف ظاهري الأول، وبنعمل اختبارات دم سريعة في مكان الرعي، وبناء عليه بنختار الأبقار الأوزان المناسبة للمزرعة بتاعتنا. بنتحرك بعد كده بالأبقار اللي اخترناها للمزرعة، تدخل تقعد 48 ساعة تحت الفحص تاني، وتبدأ في الإجراءات الوقائية ما بين الترقيم والوزن عشان نعرف البقرة دخلت وزنها قد إيه، هتقعد قد إيه عشان يتم التحويل، معدل التحويل طبقا للأعلاف اللي بنديها للأبقار، والتطعيمات الأساسية، تطعيمات أول ما تدخل، تطعيمات بعد 15 يوم، تطعيمات بعد 21 يوم، وبنعمل دائما مراعاة للبقر إن إحنا بنتابعه في خلال وجوده هنا. هو الأعلاف اللي بنديها له أعلاف شبه الأعلاف المصرية بتاعتنا، متوفرة وأرقام أرخص من الأعلاف المصرية طبعا، تمام. وبتخيص هو عشان بس نوضح حاجة، فضل. الإنتاج الحيواني في مصر يا جماعة، عشان في ناس تقول لك طب والمربي المصري، ما حدش قال حاجة، المربي المصري على دماغنا، ولكن الإنتاج الحيواني في مصر ما فيش جدال إنه مكلف، لازم ننتج ثروة حيوانية في مصر، ولكن نتحمل التكلفة. ولكن في أفريقيا بالكامل، في أمريكا الجنوبية، الإنتاج الحيواني تقريبا ببلاش. كلام حضرتك مظبوط، فضل. إحنا هنا هوت الأرقام مختلفة تماما عن مصر، لظروف انها متوفره، ان احنا في اعلاف كتيره بنستوردها من بره، فبيأثر عليها صعود ونزول الدولار. هنا هوت الاعلاف طبيعي ورعي طبيعي، فبنقدر نوفر الابقار باسعار منخفضه جدا عن مصر، وفي نفس الوقت الاعلاف منخفضه عن مصر. اسالك سؤال، اتفضل. قبل ما حضرتك تكمل كده، احنا عندنا هنا دايما في افريقيا متعودين على كده، موسم جفاف وموسم شتاء، تمام. الشتاء بيبقى سعر الحيوانات قليل، الجفاف بيولع، تمام. هتعمل ايه بقى وتحافظ على سعرك ازاي؟ ان انا ما باخدش من الرعاء عدد صغير من الابقار، فبعمل اتفاقات على مدى طويل، ان النهارده انا بحاول اثبت السعر، وفي الاوقات الاسعار بتنزل فيها انا بستفيد من كده هوت، بشتري اكتر او بعمل تعاقدات اكتر من الفترات اللي البقر فيها غالي. انا عندي المساحه بسم الله ما شاء الله تاخد لحد في الدوره 2000 عجل ل 3000 عجل. التعليمات بتاعه الشركه عندنا ان احنا هنزود لحد من 5000 ل10000 راس في المكان. يبقى عندنا المكان فيه الابقار، الزراعه اللي انا طالبها للابقار، اماكن للعلف، اماكن لصناعه العلف على المستوى اللي يخصني، تمام. قد اذكر بعد كده هوت في صناعه العلف، واقدر اورد برضو لدوله تشاد من جوه مزارعها. التركيبه مين اللي حطها؟ تركيبه المصريين. المصريين، المصريين متخصصين في التغذيه، متخصصين في التغذيه. جم قعدوا هنا هوت حوالي شهر، ولفينا كل الاسواق لنشوف ايه المدى الحاجات المتوفره، وبناء عليها حطينا الخلطه المناسبه اللي تتناسب معانا عشان الطاقه وعشان البروتين وعشان الدهون وجميع النسب. عارف اقول لحضرتك على حاجه، وجودك هنا وفتح المنشا ده هام جدا، وممكن يجيب تجار ومستوردين يجي ياخدوا عجول، تمام. ووقتها هيحصل زياده في السعر، طبيعي التجار هنا هيزودوا، تمام. ده في تكالب من مصر على اللحوم في تشاد، تمام. وجودك اللي هيحسم المعركه. ليه بقى؟ انت هتعمل التوازن، مفيش حد يقدر يزود بقى يقول لك ده انا اصل انا اتكلمت في تشاد ينزل يبيع ب 180 جنيه في مصر. هيبقى مش هيعرف يعمل الكلام السوق. ده على كشف السوق، كشفين السوق، كشفين السوق، علشان يبقى اللحمه بتاعتنا بتنزل والاسعار هتنزل تزيد، لان طبعا عندنا بعض التجار في بيستغل الفرص بتاعه الازمات وبيحاول يتربح، لكن التعليمات عندنا في شركه الوطنيه الكويتيه بس بالعقل، مش بالجنون اللي بيعملوه. ان احنا يعني تبقى تغطي التكاليف وهامش ربح يعني يعتبر ضئيل، علشان النهاردة ان احنا ندخل السوق المصري لحمة للمستهلك مباشرة بدون اي وسيط في النص. حضرتك قلت لي 24 ساعة هكون مورد اللحمة المصري مجرد ما ناخد الاذن بالذبح، تمام. احكي لي الدورة هتمشي ازاي. الدورة هتمشي ازاي؟ هيتحرك العجل من المزرعة للمجزر. الوزن قد ايه؟ الوزن دوت من حدود 400 450 كيلو. هيتحرك من المزرعة للمجزر، بيتم ذبح في المجزر ب 24 ساعة، تكون الطيارة في ميعاد بتاعها اللي متخطط مع شركة مصر للطيران،
اللجنه البيطريه موجوده طبعا معانا في جميع كل المراحل. مصريه؟ مصريه. هتقعد في عمليه الذبح؟ تقعد في عمليه الذبح وتقعد في عمليه الحجر وتيجي تحجر البقر وتكشف عليه وتحضر عمليه الذبح بنفسها، وبعد الذبح ما يتم هيتم الكشف على البقر تاني.